طيب بخصوص الامتحان النصفي، انت عندك داخل لغاية الباب الثالث، الباب الاول والثاني والثالث، تمام؟ بالنسبة للنمط الامتحان هو نفس الاختبار القصير اللي انا اعطيت لك اياه يوم الخميس. من ناحية انا بحكي كنمط، انه من ناحية انه اسئلة الاختيار المتعدد والصح والغلط ورتب الكود واكتب كود، نفس النظام حيكون بالضبط. حيكون في عندك اسئلة اختيار متعدد، حيكون اسئلة رتب كود، اسئلة اكتب كود، تمام؟ صح وغلط. لا على الموديل، الامتحان على الموديل، تمام؟ حيكون عندك اعلان على القاعة اللي انت حتقدم فيها الامتحان. عقيت اللي مدخلش الامتحان او الاختبار القصير هذا يوم الخميس الماضي حيفتح اليوم الساعة 8 مساء، 8 ل 8 ونص. مدة الكويز 40 دقيقة. لو انت عديت عن 8 ونص مش هتقدر تدخل، عشان انت تتعرف على النمط. اللي ما دخلش عليه، اللي دخل عليه خلاص، اللي ما دخلش عليه انه يحاول انه يدخل عليه، تمام؟ هاجيت في شباب كتير بيسألوني بخصوص الاسئلة، انه احنا بدنا نتمرن على اسئلة اكتر، فانت ايش ممكن تسوي؟ بتروح تفتح على الصفحة تبعتي، تمام؟ وبتروح على برمجة الوسائط 1 بايثون، وفي عندك تحت هنا، يعني انت عندك هاي المحاضرات والمحاضرات المصورة، وعندك هنا، هنا في وسائل تدريس المساق، في عندك التقييم الذاتي، انه انت ممكن تعرف مستواك بنفسك، تمام؟ من خلال الموقع هذا اللي هو hackerrank.com/domains/python. هذا بعلمنا لا حقيت هاكر هذه الكلمة، انه في بداية السبعينات الهاكر يعني مبرمج، تمام؟ بعدها انفصلت التسمية انه صارت مبرمج لحال، والهاكر هو الشخص اللي بيعمل اختراقات، اللي بيعمل اختراق، تمام؟ فهاكر رانك معناها انه بدي لك سكور او رانك إلك كهاكر كمبرمج، يعني بدي لك انه انت بتقدر تعرف مستواك في البرمجة، يعني كيف. موقع كتير مفيد، وهنا انا حطيت لك الرابط للبايثون بشكل مباشر، تمام؟ يفترض انه انت تسجل فيه الموقع هذا، تعمل فيه حساب لوك ان، تمام؟ انا عندي حساب مسبق. لو انت ما عندكش حساب مسبق ممكن ان انت تدخل بحساب الفيسبوك تبعك او الجوجل، تمام؟ فبدخل، وهنا انا عندي هيو، هذا اول برنامج say hello with python. هنا اكسرسايز على الاف الس، بتيجي بتفتحه زي هيك بالضبط. في وقت محدد الشيء؟ لا، تمام. هنا هاي التاسك، التاسك هذه انت ممكن تقرأها، تاخدها تترجمها، بيقول لك في عندك ان من الانتجرز، تمام؟ وبدك تعمل الشروط التالية. اذا الان is odd بدك تكتب هاي الجملة، تعمل برنت لهاي الجملة، نفس نمط الاسئلة انا بدي لك اياها. واذا even، وكمان من ضمن شرط تاني اضافي، انه من ضمن الرينج 2 ل 5 بتروح بتطبع not weird، هنا weird وهنا not weird. واذا even ولكن من 6 ل 20، شايف الرينج هذا غير عن الرينج هذا، بدك تطبع weird. واذا even واكبر من 20 تطبع not weird. فانت عندك شروط مركبة مع بعض، تمام؟ ف ايش الاود؟ اود يعني عدد فردي، تمام؟ بتنزل لك بلوج ان انت عندك في الكروم تبعتك زي ترجمة زي هيك، بتعلم عليها زي هيك، هيو مفرد، تمام؟ والايفن، ايفن يعني زوجي، مش موجودة هنا، هاي مور، زوجي عدد، تمام؟ هذه الشغلات او الكلمات انه
هنا conditional action، مش عارف شو معنات conditional action. اجراءات شرطيه، ايش هي الاجراءات هاي؟ تمام، يبقى كم حاله بدك تطبع؟ هاي الحاله الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. تمام، وهي بدي لك امثله. دخل 24 راح طبع له نت ويرد. تمام، دخل 3 طبع له ويرد زي هيك. فبتبدا تكتب انت الكود، تبدا تكتب انه انت تكتب الكود تبعك. طبعا هذا كلام انه انت بتكمل على الكود تبعه. فهي دخل الانبوت زي هيك. تمام، وهنا مثلا ممكن اعمل حاله واحده، بقول اذا كانت الان ايش الحاله تبعته طالب. طبعا هنا بطبيعه الحال بتختار بايثون 3. تمام، هنا بقول لك ايش اذا كانت اود بتطبع ويرد. تمام، يبقى كيف بدي اعرف انه هي اود؟ كيف باقي القسمه 2 لا يساوي صفر؟ هيك بتكون اود. ساعتها ايش بطبع؟ برنت هاي الكلمه، بروح باخذها زي ما هي. عشان ايش؟ هاي باخذها زي ما هي وهاي بيست. هيك انا عملت حاله. لسه انت بدك تكمل else واف وكل هذا الكلام. بدي اورجي لك هنا بتعمل رن للكود. تمام، بيجي بقول لك انه تيست كيس 0 مظبوطه، دخل 3 طبع ويرد والاكسبكتد ويرد. تمام، وهذه مش مظبوطه. ليش؟ لانه دخل 24 وفيش عندك ريسبونس، اللي هو هي 24 هي ايفن، وانت مش حاطها هنا من ضمن الكود، لسه مش مكمل، مش عامل 1000. تمام، بتجرب في الكود وبتقدر انه انت تعرف مستواك، وانه انت انه تطلع على المسائل تبعتك، يعني انه زي هيك. بدك انه انت تحدد بالمستوى انه انا بدي مسائل سهله، تعمل تشيك زي هيك، بروح بفلتر لك المسائل السهله فقط. تمام، هذه اريثماتيك اوبريتور، هي عمليات حسابيه. تمام، هاي الديفيجن، هذه لوبس، هذه فانكشن، الشغلات اللي انت اخذتها تتمرن عليها. تمام، هذه شغله. الشغله الثانيه بدي اورجي لك كيف انه انت بتتعامل مع الموديل. يعني على سبيل المثال هذا الكويز، كيف؟ لا اسمع يا استاذ، خليني بس اشرح وبعدين بتسال الاسئله تبعتك. تمام، فانا اكتب برنامج لادخال ساعات لفريلانسر وسعر الساعه وطباعه المبلغ الذي يتوجب دفعه. تمام، فهنا بحكي لك ساعات الفريلانسر، ايش الاحتمال، ايش انسب التايب لها؟ ساعات. ممكن تدخل لي 3 ساعات ونص، 3 ساعات وثلث، فلوت. ونفس الشيء في السعر، ممكن تقول لي انا بحاسبك 10 دولارات ونص، 10 دولارات و75. فبالتالي هنا بتبدا تكتب في الكود تبعك. فتيجي بتكتب هنا انه الاورز بتساوي هنا مرات ممكن يطلع معك هذا الخلط اللي بقول لك انه الاس اديتور از نوت ريدي بيرهابس ريلود بيج. هاي بعمل ريلود هيك. تمام، ما فيش ايرور. فبكتب اورز بتساوي فلوت انبوت، اتفقنا انه هنا فاضي. تمام، انا بالعمده بدي احط لك عشان انت تشوف بعينك كيف الايرور تتعامل معه. هنا انتر اورز، الكلام هذا غلط، انا عارف انه غلط بس بدي اورجي لك كيف انه انت تتعامل معه. وهنا الانبوت الثاني اللي هو الريت بالضبط،
حكينا انه float input وهنا اقول له enter rate تمام. وانا عندي البيمنت بتساوي او البي بتساوي الاورز ضرب الريت وبعمل برنت ل البيمنت او البي تساوي البي بعمل تشيك هيطلع معي غلط تمام. ايش بيجي بقول لك؟ بقول لك انه الانبوت 10 و12 ونص يفترض يطلع الناتج 125.0 بس ايش اللي هو حصله؟ انتر اورز انتر ريت اللي هو الرسائل اللي انت كنت بتحطهم شايف. فهو بيجي بيقول لك انه انت هو متوقع منك انه انت ترجع له 125 مباشرة بس بسبب الرسائل الانبوت اللي انت طلعت له اياها فبجيب لك انه بحط لك اياها. فبالتالي هذا كله اللي قبل 125 هذه اللي انا مأشر عليها ملهاش لازمة تمام. يبقى هنا لما نتشيلها طيب هنشلتها زي هيك تعمل تشيك هاي بجيب لك اياها صح. هاي الانبوت هاي الاكسبكتد انه زي هيك تمام. طيب انا بدي العب في الكود بحيث انه انا انه الناتج هي عبارة عن عملية ضرب. لو انا حطيت عملية جمع شوف انا عندي كيف الايرور زي هيك. هو ايش عمل؟ جمع 10 و12 ونص قديش بيطلع 22 ونص. هو بقول لك اكسبكتد المتوقع يفترض انت تجيب له 125 وانت رجعت له هذا الرقم. فبالتالي انت في التشيك يفترض انه انت تقدر تعرف انه كيف يعني الايرور انه انت تتعامل معاه. فهاي الشغله كيف؟ مفروض ما يكون في ايش؟ مفروض ما يكونش ايش؟ في شك؟ انتم محترفين مش مع اشيلكم اياه يعني؟ مش لك اشيل لك اياه اشيل لك اياه شيل تلبس في الحيط تمام؟ بتلاقي هاي ايوه اكتب برنامج وبتلاقي انه الاكزامبل هي الانبوت زي هيك 10 12 ونص المفترض النتيجه تطلع 12 و25. ما حدش يجي يقول لي يا استاذ انا الكود تبعي صح وخصمني علامتين او خصمني ما حسب ليش هي صح. ما حدش يجي يحكي لي الكلام هذا. بيكون في عندك اشكاليه في الكود بس انت مش قادر تتعامل معها تمام. فهنا لما عند الزائد هي تشيك يفترض 10 و12 يرجع لي 25 انا عامل زائد ايش رجع لي 22 ونص وهو يفترض يرجع لك 12 125 تمام. فهاي الشغله انه انت تعود عليها انه انت تشوف في التشيك انه انت تعرف انه ايش معنات الاكسبكتد النتيجه المتوقعه يفترض تطلع كذا ولكن انت رجعت له قيمه ثانيه فبالتالي انت بتقدر تعرف وين الغلط. هذا كسنتاكس فيش فيه مشكله بس الايرور وين؟ في المنطق تبعه. المنطق يفترض يكون ضرب حضرتك شو سويت؟ جمع تمام. فعشان هيك ما تجيش تقول لي الكود تبعي صح. قد يكون الكود تبعك صح ولكن بيسويش المطلوب خاصة عند الاف والالس والشغلات هذه. انت عامل شروط والله الكود شغال يا استاذ ماشي فيش فيه سنتاكس ايرور لكن بيأديش المطلوب. انا بدي انه انت تحل السؤال وتجيب المطلوب تمام. هذا بخصوص الامتحان.
كيف انه انت تتعامل معاه ونمطه زي هيك. دائما بيكون في عندك اكزامبل انه ايش الانبوت وايش النتيجه المتوقعه، وبناء عليه انه انت بتقدر انه انت تتعامل مع الموضوع. تمام. ممكن انه انت تسحب الانبوت هذه ما تحط لهاش رساله، بس الاوتبوت راح احط لها رساله زي هيك. بي بتساوي هي اعمل تشيك. نعم طبعا طبيعه الحال. ايش حيقول لك؟ انه الاكسبكتد 125 ولكن انت ايش النتيجه اللي رجعت له اياها؟ رجعت له اياها بنص بي بتساوي 22 ونص. لو هذه عدلناها ضرب وركزنا على الغلط الثاني اللي هي عباره عن الرساله هاي، تمام؟ تيجي تقول لي انه الاكسبكتد 125 وانت رجعت له بي بتساوي 125، برضه بحسبها غلط. رجع المطلوب بس بالضبط، هذا بدون رسائل. دائما تعود انت عندك في الموديل الناتج عندك يكون بدون رسائل، فبالتالي بحسب لك اياه كله صح. هجيت الكود تبعك، انا عندي هنا حاطط كم من حاله، حاطط 4 أو 5 حالات. ممكن الكود تبعك يزبط في بعض الحالات والحالات الثانية ما يزبطش لسبب ما، في بسبب خلل في الكود تبعك. تمام. فعشان هيك انه انت بتيجي تقول لي انه راح خصمني علامتين من السؤال هذا، مع انه انا حله صح. لا، بيكون كل التست كيسز مش حاسبها، يعني مش جايب النتيجة المتوقعة. تمام. في حدا عنده اي سؤال بخصوص كيف التعامل مع الموديل او كيف انه انت تتمرن على منصة الهاكر رانك؟ بيكون في عندك مشكلة في السنتاكس. كيف كله صح ما عدا انه منفعش بزبطش؟ اذا في سنتاكس، اذا في سنتاكس في الكود، يعني هذا نسيت جوس، تمام، بروح بطلع لي ايرور جديد، بيطلع ليش نتائج، بقول لي هي سنتاكس ايرور نفس البي شارب. لا بالضبط، اذا كان في عندك ايرور في الكود، اذا في سنتاكس ايرور بجرب يرجع لك ايش نتائج بالمره. تمام. هي بقول لك هنا في لاين 6، هي انت عندك لاين 6 مش موجود. المهم في سنتاكس ايرور، انت عندك عند الستودنت عندك الدكتور اللي قبله واللي قبله. نعم بالضبط. واضح؟ بعد ما تخلص تعمل نيكست. خلاص حليت هذا السؤال، تعمل نيكست على السؤال اللي بعده. تمام؟ هاي انت عندك اكتب برنامج لادخال 3 ارقام وطباعه المتوسط. وهي حكي لك اللي بعرفش المتوسط هو عبارة عن مجموع الأرقام على عددها، يعني ما لكاش حجة خالص. هنا 1 2 3، 1 2 3 قديش؟ 6 على 3 2، 6 على 3 أرقام 2، هذه 1.5، 2.5، 3.5. كيف يعني؟ يعني هنا أنا بقول لك إنه الانبوت ممكن يكون انتجر ممكن يكون فلوت، الناتج دائما فلوت. تمام؟ بدك تتعامل معاه كفلوت، تاخذ الانبوت انت عندك كفلوت. كيف؟ بعد ما تجيب المجموع بتروح بتقسم على 3. هنا انا حكيم حدد لك اياهم 3 ارقام. تمام؟ وهكذا بتعمل نيكست نيكست نيكست، وفي الاخير انه انت بتكون خلصت الامتحان تبعك. تمام؟ في اي سؤال تاني؟ اي سؤال تاني؟